حد. مبروك يا كابتن ايمن، مبروك على بلال، اسامه، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، الجهاز الفني، اللاعبين، الجمهور. ثلاث نقاط مهمين جدا زي ما قلت ايمن. الهدف النهارده اتحقق، ممكن يكون الشوطين فيهم الاداء ما كانش يرضي الجمهور، لكن في نفس الوقت احنا عارفين ان ضغوطات المباراه دي كان لازم النادي الاهلي يكسب فيها اللقاء ويحقق ثلاث نقاط عشان نبدا نقرب ان شاء الله في المنافسه مع سان داونز. فبنبارك طبعا لكل المنظومه الرياضيه في النادي الاهلي، بنبارك لجمهور النادي الاهلي اللي هو بيتفرج من خلال الشاشه الصغيره النهارده، ما حضرش الملعب. عايز اقول لك ايمن، عدم وجود جمهور النادي الاهلي فرق معانا بشكل كبير جدا في الاداء. النهارده لو في 5000 اللي هم كانوا موجودين في المباراه الاولى يمكن كانوا حركوا لنا اللعيبه اكتر من كده بشكل كبير. صحيح.